خلونا قبل ما نصلي وقبل ما نعمل كل حاجة نقرأ آيات قصيرة من مزمور 136 و 138. نقرأ أول ثلاث أعداد هنا أول ثلاث أعداد هنا أو يمكن أول ست أعداد يمكن. أوكي، مزمور 136 مش مذكور مين اللي قاله، لكن بيدعونا أن احنا نحمد الرب ونسبحه على كذا حاجة. بيقول لنا ليه؟ بيقول احمدوا الرب لأنه صالح، هذه أول حاجة، لأن إلى الأبد رحمته. وإحنا عرفنا أن كلمة رحمته لما درسنا أنه هي loving kindness، المحبة الحانية، لأن محبته الحنينة دي هتفضل إلى الأبد. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن محبته الحنينة إلى الأبد. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته. الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. ومن مزمور 138 أول ثلاث أعداد داود بيرفع قلبه بيقول له أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكلي قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. تعالوا النهاردة نعمل كده، نحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. خلونا نقول له الأول أتينا إليك نلتمس وجهك يا رب، ندعوك تيجي في وسطينا. ربنا قال إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا أكون في وسطيهم. خلينا نقول له كده، نقول له إحنا بندعوك النهاردة أنك أنت تيجي في وسطينا. ندخل ديارك نمتلي بروحك، نسيب الخطايا عند مدخل الحجال زي ما كانوا بيسيبوا الخطايا، نطلب حضورك وتتويجك. عايزين نمتلي بروحك. خلينا نغمض عينينا البشرية ونفتح عينينا الروحية ونقول له رب احنا عايزين ندخل ديارك نمتلي بروحك. Thank you.
لك بدخل ديارك بتسبيحات واشوف امجادك واتوحدي بهدي لك خوفي وكل حياتي وادويك ابو مالك ايه عمري يسوى ايه عمري بشارككم من ثلاث أسابيع إنه إبليس الكذاب وأبو الكذاب بيحاول يفهمنا إنه الله ما بيسمعش الصلاة. النهاردة اكتشفت حاجة تانية إنه بيحاول يقنعنا من جوه قلوبنا إنه هو الله عايزك كده، الله عايزك حزين تعبان مهزوم، ويوم ورا يوم بيزيد الموضوع في أذهاننا. وبعدين أوكي، ما هو ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق، هو عايزني مهزوم، هو مش عايزني مهزوم، هو عايز يقول لي انه الكلام ده مش حقيقي، انه الافكار التي انا مفتكر بها من جهتكم يقول الرب افكار سلام لا شر لتكون لكم اخرة ورجاء. الكلام ده في أرمية عايز يفهمني انه كل الآلة صورت ضدك مش هتنجح. الكلام ده موجود في أشعياء 55. ده قلب ربنا، ده قلب ربنا اللوفينج كايندنس اللي احنا كنا بنقراها. داود كان بقى شايف الموضوع ده وفاهم انه حركات ابليس ما بتمشيش معاه، انه هو من جواه متأكد ريجاردلس زي ما بيقولوا، انه مهما كان اللي انا بمر بيه اللي انا عارف هو عارف احسن، وعارف انه عارف الخير ليا، عارف ان هو على قلبه كل الصلاح. هو ده معنى انه كان المزامير اللي احنا كنا بنقراها انه احمدك يا رب لانك صالح، احمدوا الرب لانه صالح. هو ده معنى صلاح ربنا، انه اللي على قلبه هو الخير ليا، كل حاجه تانيه هي كذب من ابليس. خلينا نقول له الرب حنان ورحيم، الرب صالح للكل. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الرحمة
بتقول ربي مش بس الناس لكن كل الخليقة بتعلن حقيقة واحدة انك صالح. خليني اهتف مع الجبال زي ما هي بتهتف انك صالح، خليني اهتف مع التلال وقول انت صالح. العدد التاني بيقول لما الصعاب بتتحدى انا كمان قلبي بيصدق انك صالح، زي ما كان المزامير اللي بنقراه في الاول بيقول احمدوا الرب لانه صالح، لانه إلى الأبد رحمته، لأن محبته الحنينة تدوم للأبد. خلينا نقول ربي كل الخليقة لما الصعاب تتحدى. داود عارف إنه ربنا عارف أحسن منه، بيحصل له هو موجود في المغارة دلوقتي لكن عارف إنه ربنا عارف أحسن منه. تعلن حقيقة
الشيطان لما جه يجرب ايوب كان عنده مشكله، اما ربنا قال له انت خدت بالك من عبدي ايوب؟ قال له خدت بالي، بس انت حاطط سياكت من حوله. وبالانجلش بيقول you put a hedge of protection around him، سور حمايه حواليه. قال له شيل السور ده علشان اعرف اوريك مين هو ايوب. قال له انت حاطط حوالين بيته وعلى اولاده وعلى ممتلكاته، شيل الهادج اوف بروتكشن وانا اوريك ايوب. دي كانت مشكله الشيطان مع ايوب، عايز يشيل سور الحمايه اللي حوالينا. احنا محاطين بسور حمايه، هادج اوف بروتكشن. اوكي، خلينا نقول له رب انت راعي صالح، انت راعي حقيقي، خير ورحمه بيتبعاني كل ايام حياتي واسكن في بيت الرب. وبعد كده هنقول له انت هو الرب وحدك، انت اللي صنعت السماوات، انت قادر على كل شيء. See you.
ترنيمتين ثلاثة. لما أحس إنه رحمة ربنا ومحبته الحنينة دي تدوم إلى الأبد، تدوم إلى الأبد. شوفنا إحنا كم مرة بعدد أعداد المزمور 136 وهو بيقول لأن إلى الأبد رحمته، لأن إلى الأبد رحمته. تخليني أقول له يا رب ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك من وأنا لسه في رحم الأم لغاية وأنا عندي 20 سنة 30 سنة مش هقول كام، ما فارقنيش أبدا. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده، ما فارقنيش من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني I'm
كل مرة بنعدي بوقت صعب ونخاف والموجة شكلها هتغرقنا، نبص لغاية مطرح ما احنا واقفين ونقول انت حصل لك حاجة لغاية النهاردة؟ لا. طب خايف ليه؟ بص وراك، انت حصل لك حاجة في الوقت اللي فات؟ لا. طب ليه خايف من الحبة اللي قدام؟ سنة ورا سنة عينك علينا، فرحة وهنا دايما ملينا، بركة وخير ورعاية ومراحم كل صباح. نقول مع بعض كده، سنة ورا سنة عينك